أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم سبحانه وتعالى. قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إن جاءهم فقال له فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض قال لقد علمت ما
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه وبالحق وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما أسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا
صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد يصلونها يوم الدين وما هم عنها
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم الدين يوم لا تملك نفس والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة.